تقدمت بتقديم أوراق ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2023 ممثلا على الدائرة الثانية، رافعا شعار للأمة كرامة. الأمة انتهكت كرامتها خلال الأعوام الماضية، بل نحتاج إلى إعادة كرامة الأمة ورفعة هيبتها وإعلاء مكانتها. لذلك نحتاج إلى أول أمر الاستقرار السياسي. الأمة مصدر السلطات جميعا، ولذلك يجب أن لا نتجاوز احترام إرادة الأمة من خلال الإبطال المتكرر والإجراءات الباطلة والإجراءات غير الصحيحة. لذلك نحتاج منا إلى استقرار سياسي، وهذا ما يشهد الشعب الكويتي. الكل شايف 2020 2022 2023، وما احنا عارفين وين رايحين، والشعب يتساءل هل هناك في ضمان لعدم الإبطال أو الحل؟ أقول ما في ضمان أبدا، لأن اليوم الأمة هي الوحيدة اللي ليس لها حماية تحديدا، بينما السلطة التنفيذية السلطة القضائية هناك استقرار كامل، لا في الاختيار ولا في عدم الإبطال، بينما إرادة الأمة تبطل من غير لا حسيب ولا رقيب.